السلام عليكم طلابتنا الأعزاء، نبدأ محاضرتنا لهذا اليوم لمادة المحاسبة المخزنية لقسم إدارة المواد. نأتي إلى موضوع الجرد تحت تمرين رقم 2. عندي قائمة الجرد، أولا الرقم الرمزي ألف 94، عندي اسم المادة ومواصفاتها ألف، عندي وحدة قياس علبة، الرصيد بموجب الجرد 4000، الرصيد بموجب السجلات 5000. شوف الفرق بيناتهم، شوف عندي نقص أو زيادة. الفرق بيناتهم جيد، ألف نقص. راح أضرب لهم بالسعر، تظهر عندي قيمة الفروقات 1500. هاي 1500 أجي أسجل قيد محاسبي، راح يكون قيد من حساب فروقات الجرد إلى حساب مخزن المادة ألف. شرح القيد، قيد تصحيح رصيد مخزن المادة ألف. أجي أرحل حسابين، حساب المخازن وحساب فروقات الجرد. فقط هاي الحسابين أرحل. أفتح حساب في أكاونت مادة مخزن المادة ألف، شوف رصيدها. الرصيد عندي جهد عدل العلب، راح أضربهم بالسعر، طلع لي جهد 7500 رصيد مخزن المادة ألف. هذا القيد سجلته، أجي أرحله، 1500 من حساب فروقات الجرد. فرق بيناتهم جهد بين 7500 و 1500، جهد فرق بيناتهم 6000. هذا رصيد مرحل، هسه ساوي عندي هنا 7500، هنا عندي 7500. هذا رصيد مرحل، هذا رصيد نقود. عندي 500 صرفة في الإنتاج، أقول 500 راح أضرب بالسعر، شو يساوي لي؟ 750. وسجل بها قيد محاسب، أقول من حساب إنتاج تحت تشغيل 750 إلى حساب فروقات الجرد. هسه احنا ايش قد قلنا النقص ألف؟ أخذنا من عنده 500 من الإنتاج تحت تشغيل، ايش قد بقى؟ 500. 350 المن تحملته شركة تأمين، 350 راح أضربها بالسعر، شو يساوي لي؟ 525. أقول من حساب شركة تأمين 525 إلى حساب فروقات الجرد. هسه ايش قد المتبقي؟ هنا 500 وهنا 350، 850. الفرق بيناتهم ايش قد؟ عن الألف 150. هاي 150 راح أضربها بالسعر وأحملها علي من على ذمة أمين المخزن، 225 من حساب ذمة أمين المخزن، 225 إلى حساب فروقات الجرد. شرح القيد، تحميل أمين المخزن مسؤولية الإهمال. أجي أفتح حساب كيف كان في فروقات الجرد وأرحل. عندي 1500 إلى حساب مخزن المادة ألف. عندي هنا 750 حساب إنتاج تحت تشغيل، 525 حساب شركة تأمين، و 225 حساب ذمة أمين المخزن. هسه ساوي 1500 1500. نأتي إلى ثانية، عندي الرقم الرمزي ألف ومية وثلاثين المادة باء، وحدة قياس كيلوغرام. عندي الرصيد موجب الجرد 2200، الرصيد موجب السجلات 2250. شوف الفرق بيناتهم 50. عندي زيادة أو نقص؟ عندي نقص، وأضربها في السعر، شو يساوي لي؟ 180. هاي 180 راح أسجل بها قيد محاسبي، أقول من حساب فروقات الجرد إلى حساب مخزن المادة باء. شرح القيد، قيد تصحيح رصيد مخزن المادة باء. أجي أفتح حساب تي كاونت مخزن المادة باء وأرحل. هنا أنا عندي 8100 رصيد، قلنا كيلوغرام ضربته بالسعر. أجي أرحل قيد سجلته 180 حساب فروقات الجرد. فرق بين 8000 الرصيد و 100 وبين فروقات الجرد 180 جيد 7920. هسه ساوي عندي 8100 8100. عندي هنا رصيد مرحل وهنا رصيد مقبول. عندي هنا 25 صرفت للإنتاج، راح أضربها بمن؟ بالسعر، شو يساوي لي؟ 90. أقول من حساب إنتاج تحت تشغيل 90 إلى حساب فروقات الجرد. شرح القيد، تثبيت صرف 25 كيلوغرام إلى قسم الإنتاج. إحنا إيش ذكرنا؟ قلنا إذا كان العجز أو الزيادة يرجع إلى أسباب طبيعية، فإن رصيد حساب فروقات الجرد يكفر في حساب مصروفات صناعية غير مباشرة، مع ملاحظة أن العجز أو الزيادة أعلى من المسموح به يحمل على حساب الأرباح والخسائر. هنا عندي جلد نقص أعلى من المسموح به بمقدار 10 كيلوغرام، يتحمل 50% منه أمين المخزن.
قد عندي قلنا الناقص 50 25 راح تنتاج تحتاج غير قد بقت فقط 25 15 راح اضربها في السعر شو يساوي لي 54 حملتها علي من على مصاريف صناعيه غير مباشره هاي الخمسه حملتها على الارباح والخسائر ضربتها في السعر شو يساوي 18 الخمسه ضربتها في السعر حملتها علي من على ذمه تامين المخزن هسه هنا 25 وهاي 25 مجموعها صارت 50 الى حساب فروقات الجلب شرح القيد قيد معالجة رصيد الفروقات الجلب اجي افتح حساب تيكام في فروقات الجلب وارحل هاي الحسابات اللي عندي اجي ارحل عندي 108 الى حساب مخزن المادة باء عندي هنا 90 من حساب الانتاج تحت تشغيل 90 من مذكورين تساوي عندي 108 ب 108 ناتي الى ثالثا عندي الرقم الرمزي 1157 اسم المادة جيم حتى قياس كيلوغرام الرصيد الموجب بالجرب 3000 الرصيد الموجب بالسجلات 2900 اجي اشوف ايش عندي زيادة او نقص عندي زيادة جد 1000 العفو 100 الفرق بيناتهم جد 100 راح اضرب الفروقات بالسعر شوف قيمة الفروقات شو يساوي 40 هاي 40 اجي اسجل بها قيد محاسبي أقول من حساب مخزن مادة جيم إلى حساب فروقات إيجاري شرح القيد قيد تصحيح رصيد مخزن المادة جيم أجي أرحل أفتح حساب أكاونت مخزن المادة جيم أرحل قلنا الرصيد كيلوغرام ضربتها بالسعر راح يساوي لي 1160 رصيد مخزن المادة جيم هذا القيد سجلته أجي أرحل لنا مقابلة 40 إلى حساب فروقات الجلب مجموعهم شو يساوي لي 1200 هذا عندي هنا 1200 رصيد مرحل هسه يساوي عندي 1200 ب 1200 هذا رصيد مرحل هذا رصيد منقول هسه أجي أسجل قيد محاسبي أقول 40 من حساب فروقات الجلب إلى مذكورين عندي 20 ضربتها بالسعر راح شو يساوي لي 8 قلنا إذا كانت الزيادة أعلى من النسبة المقدرة 20 كيلوغرام إيش قد قلنا الزيادة عندي 100 80 على من حملنا على مصاري صناعية غير مباشرة والفرق 80 ضربتها في السعر على من حملها على حساب الأرباح والخسائر اللي هي 32 هسه مجموعة تساوي لي 40 شرح القيد قيد معالجة رصيد فروقات الجلب أجي أفتح حساب تيكام في فروقات الجلب وأرحل عدي 40 إلى مذكورين وعدي هنا 40 من حساب مخزن المادة 40 40 حساسة وعدي طلاب وقت تمرين الرابع والخامس حل واجب كل طالب يكتب اسمه ويحله يرسله يا أما على الخاص يا أما على تليجرام